كابوتشينو متواصلة معكم حتى العشرة متاع الصباح. مرحبا بكم الناس الكل، نشكركم برشا اللي اخترتوا الواحد وتسعين خمسة الخمسة وتسعين اثنين المية وخمسة ستة وتسعة واحد واربعين دقيقة. إن شاء الله نهايركم زين، نهايركم فل، الناس الكل يوم موفق للجميع، إن شاء الله ربي يكون في عونكم، نهاير الرزق والسعادة ليكم. نحكيو على الاستعدادات للعودة المدرسية، مش الاستعدادات شريتوش الكتب وشريتوش الكرارس وشريتوش الكرتابة لا هات نحكيو على الاستعدادات النفسية لصغيراتنا وزادة للولي ما كذلك. في كل مرة طبعا كش نحكي على الموضوع هذا ما نلقاش خير من مدام نايل عميرة، نائبة رئيس الهيئة التأسيسية الوطنية للجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية. مرحبا مدام نايلة. صباح خير حبيبي ليك وكامل الفريق. صدقني توحشنا، توحشنا صوتك برشا برشا برشا. وانا بدي توحشكم الكل، خليتوا عليا بقعة. انت اللي مخليه بقعة علينا في نولي فام، واحنا جبناكم معنا حتى الكابوتشينو. ان شاء الله تلتحق بنا الاسبوع القادم طبعا، نظرا لعده باذن الله، نظرا لعده مجهودات جباره قاعده تقوم بها في الجمعيه. بالتوفيق ليك مدام نايله ولكل الافراد اللي معاك زاد في الجمعيه. اذا باش نحكيو على الاستعداد للعوده المدرسيه، انا قلت لهم مانيش باش نحكي على الاستعدادات الماديه اللي يحكي فيه الكل توا، شنو موجود، الكتب موجوده والا لا، الكرارس موجوده والا لا، ولكن باش نحكيو على الاستعداد النفسي. الاستعداد النفسي للتلميذ وللولي والإطار التربوي والفريق البيداغوجي اللي مش يأمن السنة الدراسية، الفريق البيداغوجي اللي متكون من مفقدين والمساعد البيداغوجي اللي يرشد المربين تلة السنة الدراسية. بالنسبة للتلميذ شنو هو الاستعداد النفسي؟ عندك صغيرات اللي مش يدخلوا أول عام سنة الأولى، ولو هما عملوا تحضير التمهيد ما قبل المدرسي، ديما القسم والمدرسة عنده وهرة أخرى بالنسبة للصغير مش يدخل عمره 6 سنين، مش يلقى روحه في قسم عادة مكتظ، مش يلقى معلمة أو مربي ما يعرفوش جنرالمون ما يعرفوش. دونك يزمنا نحضروه من الدار، وش يقولوا لك مش تغيب برشا على المنزل، مش تقعد في المدرسة، عندك وقت للدراسة وقت للومجة، ومش ويلزمك تمشي للمدرسة خاطر معناها الناس الكل يزمنا نقراو لرفع الجهل، نسيسوه بشوية بشوية على الزمن المدرسي اللي مش يولي ثقيل عليه الصغير اللي في السنة الأولى. بالنسبة أنا منحب ديما نرجع للدولة، مسؤولية الدولة. شنو هي مسؤولية الدولة للاستعدادات للعودة المدرسية؟ أيوة. الدولة هي توفر مستلزمات السنة الدراسية. شنو هو مستلزمات السنة الدراسية؟ مش كل الأدوات المدرسية فقط، خاطر الأدوات المدرسية احنا نشوفوا فيها فما معضلة الغلاء الأسعار وتوفر الكراس المدعم من عدمه. الدولة شنية مسؤوليتها؟ هي أولا صيانة المدارس، خاطر أنا كصغير تلميذ باش نمشي المدرسة نلقى سقف طايح وإلا ما نلقاش أن بلوك سانيتير كوريكت ما نقولش لوكس، يظهر لي التلميذ نفسيته باش تولي تعبة شوية ما نلقاش أن بلوك سانيتير. الطب المدرسي، جو دي بيان الطب المدرسي، انا ما عادش نحبك الطب المدرسي اللي يشوف لنا عينينا وذنينا اكهو اللي يعمل لنا التلقيح. راهو الطب المدرسي يجب يكون مدعم بفريق من الاخصائيين نفسيين. علاش؟ خاطر صغيراتنا ولات نفسيتهم تعبه. صغيراتنا يدخلوا للمدرسه تو يمشوا للمدرسه عباره على غربه، ولاو في غربه، معناه سوني بلو العائله الثانيه اللي مش تحضنك بعد داركم، ولا فمك الخوف كالبانيك من الامتحان، من المعلم اللي يحب يجبرني باش نقرا الدروس الخصوصيه، من الاعداد، من شهاده الامتياز، من انا لو كورون باس با بيني وبين المعلمه. صحيح كل راهو قبل القرايه لازم التحذيرات. لازم التحذيرات. حاجة أخرى بالله، الدولة من واجبها إعادة النظر في الزمن المدرسي. نعم. اللي هو غيان كو التلميذ يخمم اللي هو مش يقرأ عمره 6 سنين من 8 الماضي ساعة سنة الأولى وإلا من نصف النهار للخمسة في مدرسة، راهو يسرع عليه. نعم. خموا شوية، خفوا شوية عليه الزمن المدرسي، عوضوا بعض ساعات الدراسة بساعات الترفيه. شنو هو ترفيه؟ يعني الجمع بين الإفادة والترفيه. لكن نوادي اللي ديما حدامي أنا وأنتي نحكيو فيها، نوادي الرسم، نوادي الرياضة، يجب يكونوا في المدرسة. ما تخليوش التلميذ يخرج لبرا يمشي للكلوب هذوما بالفلوس، والله وكان عندها جدوى ميسالش. دونك هذا التحذير اللي بالنسبة للدولة زادة بربي، ماذا بيع إذا كان عندها تنقيح للبرامج الرسمية
تعملهم الصيف ما تخليهمش لوسط السنة الدراسية. وتخمم زادة في فريق عمل لتكوين المربين طيلة السنة الدراسية، خاطر قد ما تكون أنت المربي قد ما التلميذ نفسه ترتاح في القسم. والمساعدة المفقدين يزمهم يعملوا خطة عمل طيلة السنة الدراسية يبدأوها من توا، مش في وسط العام يجيوا يشوفوا شنو ما اللقاءات البيداغوجية اللي مش يعملوها، شنو ما المواضيع اللي مش يتطرقوا لها. لا، من توا نبدأ نعمل أنا مخطط عمل، راني مانيش نعطي نصائح المفقدين، هذه نورمالمون تكون هما واجبهم. نورمالمون معمول به، هو نورمالمون يكون معمول به منذ سنوات. معمول من الصيف، من العطلة الصيفية ناخذ وقت أنا نعمل خطة بيداغوجية، شنو مش نخدم معك المربين، كيفاش باش نكون المربي باش يكون عنده نفع للتلميذ وللبرنامج اللي مش يقدمه للتلميذ. وزيادة وخاصة عند تنقيح البرامج الرسمية، خاطر البرامج الرسمية رأي كل عام في حاجة إلى تنقيح وتطوير. كيفاش تطوير؟ يلزمنا نواكبوا احنا العصر، راهو احنا قاعدين نقراوا ببرامج رسميه نتاع عام اللي انا دخلت التعليم، وانا تو عندي قداش في التقاعد. الكتاب المدرسي راهو ساكونت بوكو في نفسيه الطفل، الكتاب المدرسي لازم يكون متوفر للناس الكل، ويلزم يكون جوده ما نقولوش عاليه، نعرف راهو ساشيف يكون باهظ الثمن على الدوله اذا كان يكون بجوده عاليه، يلزم يكون كوريكت، يعني التلميذ ينجم يقرا وما فماش اخطاء بربي لغويه، رانا اخطاء لغويه موجوده بكثره، حتى راهو فما بعد المعلومات العلميه موجوده غالطه في كتب الايقاد العلمي. شفنا حتى في كتب الفرنسيه شفنا كذلك عمناو اللي ظهر لي احلام كانت تفكرني عمناو شفنا الاخطاء في كتب الفرنسيه للسنه الثالثه هكا. اي موجود هكا الاخطاء في الكتاب السنه الثالثه الفرنسيه. بون هذاك ما يلزموش يقعد توا اخر وقت، هذاك راهو من الاول، انا من جويير نتبعنا الكتب وعرفنا شنو مش ما فيهمش. بالنسبه لجدول توزيع المواد راهو ساكونت بوكو في نفسيه الطفل وخاصه في الابتدائي، راهم يدخلوا السنه الاولى، انا قريتها السنه الاولى 20 سنه، يدخلوا رياضيات، تواصل شفوي، قراءة، إنتاج كتابي، معناها سي لو بوغاج دو كران، سي لو بوغاج دو كران هكا بالنسبة لي أنا توزيع المواد هكا. وفي الآخر عنده الساعة تشكيلية ولا تربية إسلامية، لا يلزم المراوحة ديما في توزيع المواد ولا في جدول الأوقات بين الإفادة والترفيه، هكا التلميذ يدخل نفسيته مرتاحة متوازن. أنا قبل العودة المدرسية التلميذ يكون عنده جدول أوقات نتاعو بربي، ما غير تنقيح وما غير إصلاح، وكل معلمة ما تحبش تقري من الصباح، الأخرى تحب تقري العشية، الأخرى ما تحبش تقري نهار الجمعة، هذاك بربي نكرا نبدأ شوية خاطر نقراو حساب صغير، احنا مساج احنا ماشيين نقري. بون اللي عنده ظروف خاصة ويكون مع زميل ونجموا يبدلوا، أما نوبيرتوربي با الريتم تاع التلميذ، يدخل النهار الأول حصة تعارف ثم النهار الثاني نبداو نخدموا على رواحنا. هذا هو. شكرا ليك، مشكورة جدا مدام نيل عميرة نائبة رئيس الهيئة التأسيسية الوطنية للجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية، شكرا لها. الاستعدادات النفسية للعودة المدرسية، الاستعداد النفسي هو المطلوب في هذه الفترة، شدوا الهمة وحضروا صغيراتكم طبعا، بالأخص اللي كانوا في التحضير باش يدخلوا هكا بشوية بشوية، البراعمك الصغيرات هذوكم يدخلوا في السنة الأولى إن شاء الله يا ربي بالنجاح ليهم، وإن شاء الله تشوفوهم متألقين. على ذكر احنا نحكيو على الفرحه، باش نختم ديما برساله انا كل نهايه الحصه، شكرا للفريق، ما نحبش ننسيكم، احنا بزميتها شكرا على راس الفريق نورهان بكر مشكوره جدا، محمد كذلك ساعدك في الاعداد، شكرا لكم الناس الكل، من يتعلى كذلك في الموجز الاخباري وما زلت باش ترافقكم نص النهار، طلع عليكم نرمين الملكي في اللاتيراس، باش نحكي شويه اكا هو باش ناخذ من وقتكم شوي، باش نحكي على البنيه التونسيه، البنيه التونسيه اللي من الصغرى ربيوها على العقليه نتاع العاقبة للفرحة الكبيرة، تتعود أنه ديما تستنى وتقعد تستنى في أي نجاح مهما توصله في قرايتها وإلا في خدمتها أو النجاح اللي تحققه، تقعد ديما تستنى فك الفرحة الكبيرة وقتاش باش توصل لها، تحس روحها ناقصة بلاش بها. علموهم بربي بربي، علموهم اللي الدنيا هذية فيها حاجات أخرين محليهم يستحقوهم ويستحقوا يعيشوهم، نسميهم فرحة كبيرة، فرحة نجاحك هي الفرحة الكبيرة، فرحتك أنت في خدمتك هي الفرحة الكبيرة، الفرحة أنك تحقق أهدافك هي فرحتك الفرحة الكبيرة، فرحتك انك تعاون الناس هذيك الفرحة الكبيرة، يزينا من لغة العرس والتصدير باش ما يقعدوش يستناو في ديما فك الفرحة الكبيرة، واحنا فرحتنا كي نقابلوكم في كل مرة، نتقابلوا معكم غدوة الحي ان شاء الله، باي باي.